حبيبي حلا قريم، ما لقيتش حاجة أخذها من طارق، لقيت حلا قريم أخذته منها. حبيبتي ريم، آخ لا إله إلا الله، اللهم انتقم اللهم انتقم اللهم انتقم. جاء واحد بيقول لي هي طارق وريم موجودين في المستشفى، جيت أجرها لقيتهم نايمينها، نايمين نايمين خلاص، بس عليهم أسود من الغبرة. مسحتهم بال، جبت المحلول وقعدت أمسح فيهم. والله أول شيء يعني الإنسان، أنا إنسان مؤمن وعندي رضا بقضاء الله وقدره، وأعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني الله عز وجل قادر يحيينا وقادر يميتنا وقادر على كل شيء، فإحنا يعني إحنا الله خلقنا قادر يحيينا وقادر يميت. عشان هيك أنا الإيمان اللي في قلبي يعني هو اللي أعطاني الدفعة إني أنا أقوم من تحت الركام. قمت ورحت أشيل لكن ما قدرت أشيل، بقوا يعني كل أنا 24 ساعة عندهم، يعني كل ما إحنا صحيح أول ما بيصحوا من النوم، أول ما بيجوا بناموا أطول على حضني ريم، بعدين طارق. ريم تحكي لي يا يوئي ذاكر الموز، قبل بيوم ما تستشهدت تقول لي ذاكر الموز، بقول لها ذاكر الموز يا حبيبتي. تقول لي ذاكر البطيخ، بقول لها ذاكر البطيخ. إن تقريبا كنا 45 يوم مش ماكلين لا موز ولا بطيخ ولا تفاح ولا فيش فواكه. جبت لهم قبل بيوم كلمنتينا، رحت شريت لهم كلمنتينا هالقد الحب الكيلو بخمسة شيكل، وحتى محتفظ بالكلمنتينا انا، اي هذه الكلمنتينا. بقيت اجيب لها كاتشب كلمنتينا، جبت لها كلمنتينا يعني غالي لكن جبت لها. اثنين استشهدوا اللي هو ريم وطارق حبايب قلبي، ومحمد مكسر بيقدرش يقوم ولا يقعد ولا يقدر حتى يقدر بنطعميه، ورتيل مكسر وجهها كله وصداع مستمر وقحة مستمرة، محمد عمر هستيريا لحتى الآن مش قادر يصحى من الصدمة، وبنتي ميسة أم طارق وأحمد أم طارق وريم الحمد لله شوي قعدت 24 ساعة فاقد البصر، بعدين رجع لها بصرها. اللهم اجعل دماء ريم وطارق واجعل دماء الشهداء كلهم اللي قتلوا في هذه المعركة الظالمة لعنة على إسرائيل وأمريكا وحلفائها يا رب. وأشكر كل العرب، أشكر كل العرب، العرب منصورين بإذن الله، منصورين على العالم، كل العالم لازم العرب الله ينصرهم على كل المجرمين كلهم، ناس بدون أخلاق ردموا علينا الدار في لحظة واحدة، دمروا الدار الجمنة أجت علينا. طب ليش ما يبلغونا؟ في مخيم جديد عند أبراج الصالحي في المنطقة الآمنة اللي ادعى أنه منطقة آمنة وقال روحوا عليها وقعدوا فيها، هذه المنطقة الآمنة قصفنا فيها. طب انت بتقول منطقة آمنة، كيف تقتل أولادي فيها؟ كيف تقتل أولادي جنوب وادي غزة؟ على أساس ايش تقتلنا بدون متى؟ أنا أشكوهم إلى الله أولا ثم إلى المجتمع الدولي اللي عامل حاله في عنده أمن دولي. أنا أقول لهم تفضلوا شوفوا المأساة اللي احنا فيها، شوفوا المأساة. أنا جزء من 30,000 قصة، قصة من 30 أو ايش 30,000، 100,000 قصة